هذه سائلة تسأل تقول: إمام مسجد في هذه الأيام القريبة من رمضان يكثر من قراءة آيات الصيام في الصلوات الجهرية، فما حكم ذلك والعمل؟ يعني كأنه ذلك العمل. وكذلك في العشر الأواخر من رمضان يكثر من قراءة سورة القدر. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص استقبال شهر رمضان بآيات الصيام، بل نص بعض أهل العلم أن تخصيص بعض الآيات والسور في استقبال بعض الأيام والشهور والمناسبات ليس من السنة، بل إذا صار فيه تعبد لله عز وجل فربما صار من البدع. ولذلك لا يستحب تخصيص مثل هذه الأيام بقراءة مثل هذه الآيات، ولو قرأ أحيانا من ضمن قراءته فإن شاء الله الأمر على الإباحة والجواز، فكله قرآن. أما أن يتعود في كل سنة كما هو ظاهر السؤال أن يخص هذه الأيام بمثل هذه السور والآيات سواء في استقبال الشهر أو توديعه، فهذا لم يكن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كذلك من سنة صحابته الكرام رضي الله عنهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها.